بسم الله الرحمن الرحيم يثما يسمى اذا غي غزامني مات جامسون ربي خوم. دائما في اطار المكافاه نغي مجموعه الانشطه الرياضيه تقنت مجموعه الجمعيات على مستوى اقليم الناظور. نهار العدسه الريفيه تغات ثواكب العرس الرياضي يشهد جامعه فرخانه لمنطقه فرخانه يتغات تشرف جمعيه شباب الغد. بطبيعه الحال نهار طوال المباراه النهائيه ثم اذا توج فريق تسم غيند البطل ثم كذلك فريق عثمان العريد تغات وصيف البطوله ثانيتا نهار قنغ ذي دوار العريب بالضبط. المناسبه الحفل يثقى يعني الفريق عثمان العري الطاقم المشرف الفريق ونيتا جنج الحفل لاستقبال مارو يساهم من ذي العرس ونيتا وكذلك حفل تكريمي مار يلعبني شاش نهار ذي العرس ونيتا للنهائي. بطبيعه الحال نحاول ما امكنهم دي سير بعض التصريحات مجموعه الاخواني تغين الشركاء ذي الدوريه ونيتا ان بدا مزوارو زي اش جيف نقارس شين اش جيف جمعيه شباب الغد نغ رئيس جمعيه شباب الغد اكن غداني تا اكن غداني تا ومثلا عزيز الرئيس نتيجان رئيس جمعيه شباب الغد للرياضه والتنميه يتوين ضمن الدوري وانت سي عزيز ما مش الشعور النش بعد انتهاء الدوري وبعد الحفل التتويج ما مش الاحساس النش وخاصه انه اول نشاط يتق الجمعيه منذ تاسيس النس يعني مؤخرا. المهم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام على اشرف المرسلين. المهم تشكر الموقع الريف ديا اللي كانوا يحضرنا ذي العرس ان شاء الله غاتجينا ذي دوار عويتوتا. المهم منهم غادي نشكر رئيس الجمعيه لان الدوري عدد المستوى تبارك الله تغي حضر كاين الريف ديا كان غتسيين زعما نشكر التصخ الحضور النش لان شنو التواصل الاجتماعي ما حوايجنا انت حوايج منايا لان شربوا ذاك العرس ولكن وسكوا كالتواصل الاجتماعي مع الاسف دون عدد ميشيل الاخوان الغنيه. المهم اي كراس جل العذر نسن. المهم بالنسبه للشنين دياسة بالعالمي تغني النغ صالحه لان الشعات الشج النداء اشاء الرؤوس الجمعيه النغنيه شنو الجمعيه انت خصن قرصان يخصن المجتمع وجبوز الجمعيه هني مش نسن لان توقع شحال سنة تمصير يا موشي الحمد لله يصير زاق شي الحمد لله نكا جبت الجيب الشباب غاس الغيره الغيره لان حتى غادي فرخانه الشباب يتعجب اسيدي ولكن مع الاسف وغانغماني معي الافاق ان شاء الله المستقبليه تتمنى ان شاء الله الجمعيه خاص تشتغل ان شاء الله غازه. المهم البرنامج تغي نسوج السنوي ان شاء الله تعالى تغا شنو الدوري غان ان شاء الله عدو الريفي تغا تنسى ان شاء الله دي رمضان انك ذي قوادنية السين ديال غطاف افطار جماعي انك جمعيه كاراتير قلنا يمناديني استعراض ان شاء الله بولي بول تغا تنسى الطاس ندوات التينيس لان مانايا نتفكا ان شاء الله ولكن مع الاسف ان شاء الله نتمنى يوم لي صوره في غزات ان شاء الله العزيمه الاراده كل شيء يتحقق بطبيعه الحال العزيمه الاراده الاعضاء الجمعيه شباب الغد ان شاء الله الرحمن الرحيم تاوض مغاوط تصنت بسرايين لكن كذلك ريني جنوار رنتا سيسم الجمعيه كذلك شباب الغد بسم الله الرحمن الرحيم شعور مشرشك بعد انتهاء الدوريه ونتا اول نشاط تقيت الجمعيه بسم الله الرحمن الرحيم باسم جمعيه شباب الغد للتنميه والرياضه بفرخانه بحيث كانت اول مولود يرى النور يعني للمنطقه في غضون شهرين فيعني نشكر كل الحضور من قائد للمنطقة ودرك ملكي وأعوان السلطة في إنجاح هذا الدوري الذي كان يعني جد ممتاز كذلك نزي هذا المنبر نشكرك أنه دي التغطية الإعلامية يعني دي القمة يعني دي القمة ونستثم إن شاء الله كجمعية شباب الغد للتنمية والرياضة ليس لها كما نقول أن لها جانب كروي بل نتفكى مستقبلا ان خلق لجان كالعدو الريفي لجان العدو الريفي قد خلق مؤخرا فكانت تساهم في بركان وفي مليلية كذلك او النجم المراتب يعني جد مشرفه ونتمنى ان شاء الله في الاشهر القليله ان نجم ماراثون ان شاء الله ونتمنى السلطات سواء المجلس البلدي سواء المجلس الاقليمي يعني اذا نعاونني ذي المشوره باش يعني انه شي الصوره يعني تصبح هذه المنطقه الفرخانه يعني شي الصوره مشرفه ماش نقنش ان شاء الله. شكرا اذا نعذور خو حاليا غا السي على الراس بطبيعه الحال كاين التمسيان توها خاصه راه تشيني سي يوسف
السي يوسف دومينيك السي يوسف انت نهار صراحه من لحظه هو انه يستحوذ مره الجوائز النيغ التحكيم الجوائز التسييل الجوائز شحال الشوائج شحال الجوائز اللي سي نهار يوسف والله ما سنغكش عقلك تراغي دراغ يوسف يوسف على راسي والله العظيم ما سنغكش يوسف باش تغش غواني راهم يعدوا الدور النيغ ما تحسيد ما من 8 ان شاء الله غادي ايوا الحمد لله الدور يعدي الصباح ما سيديش الا الزوا غاز على ذي الخا ان شاء الله ان شاء الله ما رعش بس حاجه ديال المستوى الحمد لله جميعا واحد ديال المستوى الحمد لله ديال المستوى اتمنى شنو عاشت غاز ان شاء الله ان شاء الله الصوره في الشهر من اللعب انا عاون الشهر من اللعب اذا غير كاع ونا مزوان ان شاء الله ان شاء الله ولكن ضروري خص تنظيم التاطير ولكن المسائل اللي بقى خصها المسؤولين بقى خصنا المسؤولين خاص نبدا ان شاء الله ماشي حفله تاع السلام عليكم بارك الله ورعاك شكرا سي بارك الله فيك شكرا اهلا وسهلا سلام مرحبا اكيد اذا انت سلام سلام انت تغث تغث من بين وذات الحكام تغشر فن ذي الدوريه وانت ويا سلام من غاثين نجي كلمه المشاهدين الكرام بحكم انه شكل رياضي وتغث الحكام يا رياضي اش الكلمه ينو تسعد الاستاذ مسعود سي مسعود يلا على بركه الله مسعود اكيد غادي انت سمحه يوم ايش تنوت افك شكرا بارك الله اكيد كذلك عزي مسعود انا غيني جمع وارس المناسبه سي مسعود تجيني تغوث حظات كاين غادي ندير الدور ياك ما مش توشعر نش احساس النش من تزريد ما يعجب الشرحال ومن تمني ميت سيتي مغازي ونتشكر مره وذني حضان تشكر الجمهور ني تشكر الشباب ني كاين غي حضان مره وغان اغلبيه الشباب غان غنشي داني تادي فارخان هاد بني شيكار غاصنا الغير اخر روح الرياضه ولكن واوفين ماني غي ماني غيران فعلا ماني غستقرن اديران هذا سني وضوا وار دايرين كيج المستوى فعلا وذانا مار الشباب ما حد يران قغزا ما حد يران دار الربيع ما حد يران الرياضيه الله يعاون نشنت تازي المسؤوليه المسؤول وذاني جان المسؤول خمانايا هاكي نغبدان هاد غزا سيد الطاوين الرحمه غير الشباب الله يرحم الوالدين هذا نقص جان مار الشباب باش الشباب كي سميرين نثني غادي يرينك الشباب اكيد السلام عليكم شكرا بزاف اذا اور خويا مسعود بانه نداء النسي المسؤول انه تهتم الشباب خاصه انه متعطش الشباب فوض نطاس المرافق الرياضيه نتمنى ثابر تنشط ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله والسلام عليكم بارك الله فيك شكرا الله يحفظك اشي حظا سعود بارك الله فيك انعذور خونا كذلك الفريق يتجن فريق البطل بطل الدوري فريق اسم غين انعذور ان سفيان اكيد سفيان كتسياق شو حتى انا اكيد اذا سفيان المعروف ببولالاح سفيان تجيني لحظه غاك ديال الطاس الجمهور تجينا اكيد اذا سنحوا النيفا يلا فما يدني وقت وليد تجي تلغاب ولا لاح ولاد بسم الله السلام عليكم ايوا توليد ديني على حسب نقش بارتي دو سبحان من زين مره من الجمهور ني ماتش انا تشكر الجمهور الطاس والله العظيم راني الدوره تجينا الصباح ديني تغات اللاعب رقم مش حيدي راه ملعب الى مش حتى يلعب الى خمسه الجمهور سته الرقم السادس والله العظيم تسكر بعد الساق الجمهور اللي راني تما عاوننا نغطاس تقوم يبدا الدورين هنا تشجع عندنا بعد نوفا كيسني نحاش الصباح بعد والله العظيم خويا ابو الاحرش يعني طبيعه الحال تغى الاداء مش تغى القتالي دير تغى القتالي دير قاعه الميدان كذلك الاخلاق الرياضيه الروح الرياضيه تغى حاضره هذه المباراه بكلا الطرفين نتمنيو ان شاء الله يصوروا في غزات سيتا وان شاء الله المستقبل زاهر ان شاء الله لغزات الفريق في سمغين ماري حرمنا اخوان كذلك كيدي صاحب الهدف اكيد انت مسجل الهدف الوحيد لفريق سمغين الهدف الاول زكبلينا اكيد انت كيس من شاق حميده فوالا سي حميده هنيئا لكم ذم سواس تتويج البطوله شكرا صراحه تغى يعني توت مباراه ذي المستوى نتمني رغم انه يعني الملعب تغث الملعب وشار كذا ولكن تغى كنو ذي المستوى مي غاثيني ذم زوار ويمار الجماهير المتابعين السلام عليكم نعم سيدي شكرا نعم سيدي خدام سي اسم الفريق انت سمغين سي الكلمه سي اسم الفريق واخا شكرا للجمهور نعم سيدي مره غير شجعان نشكر نعم سيدي تغى كي الغمار الفرانا هو الهدف نعم سيدي يزدم من نعم سيدي يشتاب ايوا ان شاء الله خصنا غير شي الملعب ان شاء الله باش ليس في الجام المواهب ان شاء الله ديس نعم سيدي غزه نعم جعان عامين ان شاء الله من غير نعم سيدي ايوا
شكرا نعم سيدي. شكرا رسالة شكر مار المتابعين. إذا السي حميدان ترى من بين يلعب الخلوقين تغذي ذي الميدان مراها صراحة يلعب مار الحارس أنا الحارس 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 الفريق اسم غين الحارس تغاغس الفضل ضام قرخ تتويج إلى درجة أنه يلقى مش حال لقيت بينارتي ثلاثة بينارتي ولا لا تكنوي سابحن إذا من غادي السي الحارس اسم ماجد ياك هشام هشام سي هشام من غادي ندي للمتابعين حرام الله بعدا مبروكنا على الرباحين ان شاء الله توفيق عاوتاني اني خصنا وقع راسي ايا بحالنا اليوم ارمي وظن الله فينا عني ايوا ان شاء الله غنجي لنا هذه الدوري ديال رمضان ان شاء الله نوفق صاب باذن الله نلعب عاود ان شاء الله لا فينا عني ان شاء الله ايوا اني غنكمل ما يعني فريق السمغين يغسج السمعه الطيبه ان شاء الله تسير ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله شكرا بارك الله فيك شكرا اذا نعذو الخوغا عكيو ولكن غادي ترخو كذلك عزيز نختم سي غنختم الروبورتاج ويتا كي غا عكيو انت ذي مشرف فريق دعري وكذلك لاعب ذي ضمن الفريق سي عكيو اجن كلمه المناسبه للحفله ونيتا ذي المباريات جينا الاجواء ما مش شعور النش بعد يعني نهايه المباراه وكذلك الحفله ونيتا غير كلمه المناسبه السلام عليكم السيدي اجن مباراه عدو مليح نشارك للدوري مرة والله لا عجبني النشاط مرة غنمشي الزاق غنبني شي كلام فارخانة عاد الدوري مخيا يجلو في نهار الصباح المستوى نهار المناقش نسمو ذا الشباب مرة يجلو النشاط زعما الصباح ونتمنى لهاد الجماعات لهاد بني شي كلام فارخانة الزناضة مرة باش نفوز الشباب مرة غنشارك مرة المعاون بلا ما يعاون 6 يعاون سوق قمهم بلا ما يقدم الجهود الجماعة تاع الرؤية استاذ معاون هذاك الكامبوس فارق الظلمة ديال لوبينار تجدر الليرة ديال الصباح باش كشان خصنا غني شوية الملاعب سبحان شوية قمار قدمني تاعر سيراز قدمني شاركني كنت ندم نغني ديال القراني قلنا دار وجداغ فارا خصنا الملاعب ان شاء الله تبعة الحال مار الاخواني سير الاستريحة نسند ونذوري قان بانه محتاج الملاعب سي عقوب بالنسبة للحفلة النهار تبعة الحال ديجن فرصة انه بعد مون ديسي الشباب ديسي وقع يعني تعارفي وذني تسني جندو نغني كذا هذا الهدف الرئيسي للرياضة هو الهدف يزيد كنوي تنظمم الحفلة ونيتا تنظم من مالكم الخاص يعني مجهود ذاتي مجهود كلي الحفلة نوجدها نهار نلقى الشباب نهار مرة باش نسيو العبرة الخزان غا الشباب وخزان بوغا باش وديع عن الشباب شارك المارة نتساهم من المارة تعاون الشباب كل جدي عاون الحومة الناس هذي عاون الشباب المارة قاش نتاق باش نمارة ديش شن هارا لي راك صحاب زي سمغين عاد خاص نقين داكينا يوداني وقرانا يوداني مزيان المارة شارك داكينا غدا يتاكيد شن هارا نقل حفلة الصباح باش نسمو الشباب اصني عجب الحار باش يوداني ذني في السن اصني الاخلاق الاخلاق بكل فرح نخصان غناب حش تعجب غنشارك للدور انا يا سي عكوين لحظه الشات ديال دي الميدان تو غادي نروح عاليا الاخلاق تو من كل الطرفين نتمنى يوم ان شاء الله يصور في غزه ذي دي 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 المسيره ان شاء الله الى الامام توفيق ان شاء الله شكرا بزاف Thank you.